نفسي تفطر معانا النهارده. مش معنى يعني النهارده؟ مش عارف، من ساعه موضوع امبارح بتاع ايمن ومامته ده وانا حاسه اني بحبك قوي اكتر من الاول، ومش عايزك تبعد عني ابدا. يا حبيبه قلبي، ده انا اللي بموت فيكي ونفسي ما تنقلش من جنبك، بس اعمل ايه بقى؟ ماما مستنياني علشان نعمل الحسابات ولازم اروح لها بدري. ربنا يوفقك يا حبيبي يا رب ويفتحها في وشك. الله، ما تتصوريش لما بنزل وانتي دعيالي ببقى مبسوط ومرتاح قد ايه. خلاص يا سيدي، ليك عليا كل يوم امسيك واصبحك بالدعوات دي. ربنا يخليك لي. هنزل بقى. مع السلامه يا حبيبي. يلا بقى يا منال، احنا اتاخرنا قوي. يلا يلا يلا، زني كمان زني كمان، انت بقيتي خانه قوي، كل ما تيجي تقعد تستعجلي فيا كده. كل ده مستعجلاكي؟ طب يلا يا شيخه، ده انت بقيتي خانه. الله 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 الله، رايحين على فين؟ مش تستنوا لما تفطروا؟ احنا لسه هنفطر يا دادا. ما انا مش ممكن انزلك غير لما تفطري. معلش هباخد ساندوتش في الكليه. ساندوتش ايه وبتاع ايه؟ ايه ده؟ ايه ده يا منال؟ ايه ده اللي انت لابساه ده؟ ده انت لابسه خفيف قوي. حرام عليك يا دادا، ده النهارده حر قوي. دادا فاطمه، كانك متعمده تاخرينا، لو ما نزلناش دلوقتي هتلاقي الجروب كله جه يقعد لك هنا. انا بقى ماليش دعوه بالجروف ومش الجروف، انتوا بتقعدوا طول النهار بره والجو بيتغير بالليل، يعني بيبره يعني ممكن تعي. متخافيش يا دادا، صدقيني احنا جامدين قوي ما بنعيش. انا مش ممكن هنزلكم وانتوا بالشكل ده. يا بويا عليك يا دادا. حاضر. انت رايحه فين انت كمان؟ طب انا هنزل بقى واسيبك. الله الله، مش تستني زميلتك؟ استني استني انت كمان، هي ناقصاكي. هو باين عليه ومصر النهارده. اهو اهو يا دادا الجاكيت، حلو كده؟ اظن كده 100 100. مش هتاكلي؟ لا كفايه بقى قوي عليكي كده النهارده. باي باي. باي باي ورحمه الله وبركاته. باي يا نبيله. باي. باي. هو في ايه؟ هي مالها مستعجله كده ليه؟ هي كده ساعه البت صاحبتها دي لما بتيجي لها بتصربحها وما تخليهاش حتى تفكر تحط لقمه في بقها. ايه ده؟ هي نزلت من غير ما تفطر؟ حاولت معاها ما رضيتش. طب وحسام؟ لا حسام لسه نايم، هيفضل نايم لحد الظهر النهارده. روحي انت بقى افطري مع سرياد. سرياد نزل من بدري يا دادا وما فطرش كمان. ليه؟ اوعى تكوني زعلانه منه علشان حكايه امبارح. لا يا دادا بالعكس، ده انا لما عرفت الحكايه دي وتحققت منها قلت اكيد ربنا بيحبني عشان بعت لي راجل زي رياض. ربنا يا بنتي يهدي لكم سركم. لكن قولي لي، هو نزل بدري ليه؟ عنده شغل مع ماما.